بإنتاون اليوم ومشاهدينا رح نتعرف سوا على شركة كوزمالاين وكل منتجاتها. شركة عندها أكثر من 30 سنة خبرة بمجال الجمال والبيرسونال كير أو العناية الشخصية، ورح نركز على موضوع العناية بالشعر والمستحضرات الخاصة بهالموضوع. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا أورنيلا نعيمي. أهلا وسهلا فيك أورنيلا. اهلا وسهلا، شرفتينا. حضرتك مسؤولة عن الريسيرش اند ديفلوبمنت بشركة كوزمالاين اللي مثل ما قلت عندها خبرة عريقة بالبيرسونال كير. خبرينا بلمحة سريعة عن هالشركة. مزبوط. سو انت مثل ما قلتي كوزمالاين براند لبنانية عمرها أكثر من 30 سنة، وهي شركة خاصة بكل شيء خاصه بالبيرسونال كير. سو الجودة والنوعية لا كوزمالاين شيء أكثر من أساسي إلنا، especially باختيار المكونات، باختيار الباكجينج، وكمان باتباع النورمز والريجوليشنز بان انترناشونال ستاندرد بتناسب الانسان والبيئه، وكل هيدا الشيء باسعار بتناسب الكل. منتجاتكم أورنيلا بتشمل كل شيء له علاقه بالعنايه الشخصيه والجمال، وقتنا اكيد ما بيسمح حتى نحكي عنهم كلهم، ولكن لمحه سريعه عن هالمنتجات. واليوم بدنا نركز اكثر على العنايه بالشعر ومجموعه كوزمال كيور بروفيشنال. مزبوط. So, اول شيء نحن عنا براندز غير كوزمال كيور بروفيشنال مثل سوفت ويف، فيكس نت، ساتينات، سكين نت، كل هولي من ضمن الكاتيجوري تبع الهير كير، الهير ستايلينج، الكيدز كير والبودي اند سكين كير، وكمان عنا هير كولوريشن. مثل ما انت بتعرفي انه كثير قليل الشركات اللي عندهم القدره يصنعوا صبغه. انه هذا الشيء كثير بيميزنا عن الاخرين. عندكم صبغه لتلوين الشعر خاصه فيكم. اكزاكتلي. وقليل قليل الشركات اللي بيقدروا يكون عندهم ماركه خاصه لهم بصبغه الشعر. مزبوط. بحلقه مقبله بنحكي عنها، ولكن اليوم بدنا نركز على مجموعه كوزمال كيور بروفيشنال. صار لها زمان موجوده بالاسواق، ولكن عم بتطوروها كمان مع مرور الوقت ومع حاجات الكلاينتس. مزبوط. سو كوزمال كير بروفيشنال مثل ما شفتوا هون هو بروجرام لعلاج الشعر، بيتالف من شامبو، بلسم وماسك، وبتوفر باربع برامج لكل نوع شعر عنده البروجرام تبعه خصوصي، كرمال يعطيك نتيجه ملموسه بثواني من اول استعمال. يعني فكرتوا بكوزمالاين بكل مشاكل الشعر وكل انواع الشعر ولكل نوع، ولكل نوع من المشاكل في مجموعه خاصه. Exactly. هن اربعه وموجودين عندنا على الطاوله. هو هن. خبرينا عنهم شوي. اوكي. سو عندنا برنامج لكل نوع شعر، سو عندنا حل لكل مشكلة شعر. أول واحد شو هي أكثر مشكلة بيعاني منها الشعر؟ هو إنه يكون جاف وتعبان. سو كوزمال كير بروفيشنال بيقدم حل لهالمشكلة مع النيوتري سترينث بروجرام اللي عم تشوفوه هون. سو هو بيحتوي على زيت الأرغان ومستخلصات الجوجوبا كرمال يقوي الشعر، بيمنع التقصف وبيعطيه لمعية وحيوية. للعالم اللي شعرها فريزي وكثير بتعاني من التمشيط بنوبر، يعني مزبوط ما بتقدر تتحكم فيه، عنا البروجرام سموث كنترول اللي هو بيحتوي على زيت المكاداميا، زيت الزيتون واللوز، وهذا الشيء بينعم وبملس الشعر. كمان هلا بتعرفي انه اكثريه العالم بيصبغوا شعراتهم، فعنا البروجرام فايتال شاين للشعر المصبوغ، فهذا الشيء هو فيه كيراتين وفيه مستخلص كوكونات اكستراكت. نعم. وهذا الشيء بيساعد يغذي الشعر ويحافظ على اللون، لانه هيدي مشكله بنشوفها كثير او حاله بنشوفها كثير، لما اللون ببلش يحل بصير بشع. اكزاكتلي. هو بيحافظ على اللون المصبوغ وبيعطيه لمعيه يعني حلوه وبيغذي الشعر بنفس الوقت. اكيد اكيد. ورابع رابع برنامج هو هلا كثير عم نشوف عالم كثير بتعاني عن ترقق وتساقط الشعر، يعني ها مشكله كثير كبيره وبتجي من وراء الستريس، من وراء البولوشن، مثلا بس المراه تحبل وتخلف كمان بصير يهر شعرها. انا انه بتذكر انه اصحابي كانوا يقولوا لي من زمان وقتها كانوا يعملوا كوتشيفال ويربطوا شعرهم كانت تبرم المغايطه مره ومرتين، هلا صارت تبرم اربع او خمس مرات. كارثه. ايه قد ما صار خفيف شعرها. سو عنا البروجرام فول كنترول هو لتساقط الشعر، فيه كافيين ومستخلصات اعشاب كرمال يقوي الشعر و يعني يعطيه يغذي. اكزاكتلي. الفولكل، الهير فولكل. اكزاكتلي.
حتى تضل قويه وتتمسك بالشعر. Exactly. يعني فكرتوا بكوزمالاين بكل المشاكل اللي بيواجهوها النساء والرجال كمان، هالبرودكت للرجال كمان مش بس النساء. مزبوط. والحلول المطروحه امامنا، هل في طريقه لاستعمال هالبرودكتس اورنيلا حتى نحصل على افضل نتيجه؟ ايه هلا اكيد تحصلي على افضل نتيجه احسنك تستعملي ذا هول كومبليت بروجرام. بتبلشي بالشامبو، بترجعي بتستعملي البلسم، اكيد بتحطيه من نص الشعر للاطراف، بتتركيه بين دقيقة أو 3 دقايق، بترجعي بتفوحيه بالمي، وكمان تيطلع لك نتيجة بعد أحسن بتستعملي الماسك بزيت الطريقة من ما استعملت البلسم. بتستعملي الماسك بتخليه على شعرك، فيك تستعمليه بين 2 أو 3 مرات بالجمعة هلا حسب حاجة الماسك. الشعر اكزاكتلي حسب حاجة الشعر يعني ديبيندينج، تا يطلع لك نتيجة ملموسة دغري وبتحس بالفرق انستنتلي. في كتار بخافوا من الماسك لأنه بيعتبروا بتقل الشعر، ببطل فينا نعمل هير ستايلينج، فشي موجود بهالبرودكت؟ هلا هو يعني هو الماسك ما بينخاف انه يستعمل، بالعكس هو بيغذي بعد اكثر، يعني هو مثل ما انت بتستعمل البلسم الماسك بيزيد لك النورشمنت لشعرك، بس بركي بيخافوا العالم اذا بيستعملوه افري داي، مشان هيك انا قلت لك لفتره طويله يمكن قد ايه بنحطها للماسك؟ 5 دقائق؟ بين دقيقة أو 3 دقائق. أوكي مش كتير. مش كتير، ومثل ما قلت لك لازم تستعمليه بين 2 أو 3 مرات بالجمعة، إذا يو أوفر يوز إت أكيد يعني آخر شيء رح يطبس الشعر. في نصائح معينة حول هالبرودكتس وكيفية استعمالهم؟ هلا عندي تيبس اعطيك اياها ان جنرال، يعني اول شيء جربي ما تحممي شعرك بماء كثير سخنه، لانه الهيت على الشعر بيأذي الهير فوليكل وجذور الشعر، بخليها تصير ضعيفه وبخليها تهير. كمان عندي ثاني تيب هو انه ما تستعملي السشوار اكسسيفلي، لانه الهيت على الشعر بينشفه. اكزاكتلي بينشفه وبيشله لمعيته. أورنيلا شو ردة فعل الكلاينتس لغاية اليوم اللي صار لهم زمان بيستعملوا هالبرودويات؟ مزبوط. هلا هو كوزمال كير بروفيشنال بلسم اوريدي كان موجود من زمان، العالم بتوثق فيه وكثير بتحبه وبتستعمله، وبعد عنده زيت التركيبة الرائعة اللي كان عندها اياها من زمان. فوقت نزلنا شامبو مش من زمان كانوا كثير مبسوطين، وكانت ردة فعلهم انه واو فاينلي نزلتوا شامبو. وغير هيك العالم اللي ما كانوا يعرفوا بكوزمال كير بروفيشنال اللي هلا تعرفوا عليه بعثوا لنا فيري بوزيتيف كومنتس وفيدباك عن البرودكت، عم بيقولوا لنا انه دغري حسوا بالفرق بشعرهم وحبوا كثير الريزلتس. وين فينا نلاقي هالمجموعه؟ هلا كوزمال كير بروفيشنال فيكم تلاقوه اكيد بكل سوبر ماركتس بلبنان، بمعظم الجروسري ستورز والفارماسيز. خبريه كثير حلوه، لانه عاده لما بنسمع بهيك نوعيه او كواليتي بيقولوا لنا بس موجود بالصالونات. لا ما هيدا اتس اكزاكتلي ذا يعني الكونسيبت تبع كوزمال كير بروفيشنال، هو البروفيشناليزم حتى يكون بمتناول الجميع. اكزاكتلي هو البروفيشناليزم تبع الكوافير بتلاقوه بالسوبر ماركتس، جروسريز، فارماسيز، وكمان اذا بدكم تشتروا اونلاين فيكم تلاقوه على فيل 22. خارج لبنان معقول نلاقي هالبرودكتس؟ اكيد نحن اول شيء وير ذا ليدرز بالتريتمنت كاتيجوري بلبنان وبالعراق. نحن غير هيك متواجدين بدول الخليج وبنورث افريكا، وهلا حاليا عم نتوسع ورح نصير موجودين ببلدان جديده عديده. اعطينا فكره عن بقيه البرودكتس اللي عندكم بكوزمالاين. اوكي سو مثل ما قلت لك قبل عندنا براندز مثل سوفت ويف كيدز، سكين نت، ساتي نت وفيكس نت. يعني فكرتوا بالكبار والصغار. اكزاكتلي يعني هو فور ذا هول فاميلي يعني بيناسب للكل، ونحن all of our products manufactured بلبنان بمصنعنا بنهر ابراهيم، ونحن كثير بنفتخر بمصنعنا لانه عندنا كواليتي ستاندردز يعني كثير عاليه بالمنطقه تبعنا. شو يعني كواليتي عالي او اعلى كواليتي؟ اوكي نحن عندنا كثير سيرتيفيكيشنز، منهم عندنا الايزو 9001. عم شوف صور للشركه للمعمل. معمل عندكم؟ فكنت عم اقول لك انه نحن عندنا كذا سيرتيفيكيشنز، عندنا الايزو 9001 اللي هي كل شيء خاصه بالكواليتي مانجمنت سيستمز، عندنا الايزو 14001 اللي كل شيء خاصه بالانفايرمنتال مانجمنت سيستمز، وهلا ريسنتلي وي جوت كوزمتكس جي ام بي سيرتيفايد اللي هي جود مانيفاكتشرنج براكتسز، هي من اهم سيرتيفيكيشنز بالعالم كله. فاذا بدك بسط لك اياها، نحن كوزمالاين بنتابع مواصفات اوروبيه ان كان بالانتاج بالتركيبه بالتعبئه، وغير هيك نحن كثير كثير دقيقين باختيار مكوناتنا لانه دائما بدنا ننبش على الافضل، وحتى نحن كنا بين القوى اللي اطلقوا الالرجين فري والبارابن فري.
انتم مش موجوده هالمواد المأذيه في البرودكتس عندكم؟ نسمع كثير انتم الاول من الاول كمان من الاول مزبوط. بدنا نشوف فيديو لكم كمان رح نختم بهالفيديو، وبنذكر المشاهدين اذا حابين يتعرفوا عنكم اكثر وتفاصيل اكثر عن مختلف البرودكتس عندكم بشوفوكم على السوشيال ميديا. مزبوط، نحن متواجدين على انستغرام، عندنا بيج فيسبوك او يوتيوب شانل كوزمالاين، كمان عندنا الويب سايت تبعنا cosmaline.com. غير هيك فيكم تتصلوا فينا بس بدكم، نحن وير اولويز افيلبل. ونحن بندعي الكل ان كنتوا جروبات مدارس جامعات انه تجوا تتفضلوا لعنا على المعمل تتعرفوا المعمل والمختبر كمان عندكم اكزاكتلي تتعرفوا على التيم تبعنا، نحن اور دورز ار اولويز اوبن. شكرا لك أورنيلا، اهلا وسهلا فيكي من شركه كوزمالاين. وقفي وحلقتنا بتكمل، خليكم معنا. ما تخلي الشعر التعبان هم على راسك، لانه بس بثواني في يتحول لرمز حيويتك وجمالك. استعملي شامبو كوزمال كيور بروفيشنال، شامبو جديد بمستخلصات طبيعيه وتركيبه متطوره بقوي وبغذي الشعر. استخدميه مع البلسم كبرنامج متكامل لضمان نتيجه ملموسه بثواني. حبي شعرك كل يوم مع شامبو برنامج كوزمال كيور بروفيشنال، متوفر ببرامج لانواع شعر مختلفه من مختبرات كوزمالاين.